ضلوا على الرقم اللي طلعت عندك. احنا ايش قلنا الان؟ قلنا انه انا عمالي باجي كل قديش بجيب مصات 25. هل راح يكون في عدد باسنجرز ياخذهم؟ هل بيقدر ياخذ 12 في هذيك اللحظه؟ بيقدر ياخذ 12؟ هو بيقدر يعبي 12، بس هل في 12 ياخذهم؟ قديش في؟ قديش تقريبا؟ قد ايه او كيف بحسبها؟ قديش عدد الباسنجرز الفعلي اللي راح يلاقيها لما يرجع في 25؟ اذا فعليا في اني، ايش اني يعني هون؟ انيشال بلس 1، او خلينا احط ال1 تحت انها هي سبسكريبت مش زائد واحد، يعني يعني الايتريشن الجديده الفعليه تبعت الباسنجرز ما راح تكون هيك. احنا حسنا الوضع، لما حسنا الوضع شوي صار هو يرجع بشكل اسرع، لما صار يرجع بشكل اسرع بطل يلاقي 12، صار يلاقي قديش؟ 25. انترفال اكشوال مضروب في لامدا، مظبوط؟ قديش اضرب لي 25.7 في 0.4؟ لامدا كانت 0.4 اذا متذكرين. قديش بيطلع؟ 25.7 10.28 passengers. طيب اذا هو اخذ الان 10.28 passengers، ايش راح يصير في الراوند تريب تايم تبعته؟ راح تقل. واذا قلت ايش راح يصير بالانترفال الفعلي؟ بقل. واذا قل شو راح يصير بعدد الباسنجرز اللي بلاقيهم؟ هل هاي بتروح للابد ولا بتنتهي بتعمل كونفرجنس لفاليو معين؟ يلا مين بيعرف كونفرجنس؟ تمام، بتعمل كونفرجنس، بصير بالنهايه التغيير اللي بصير، وهذا نيوميريكال ميثود، بعمل كونفرجنس وبضل اغير 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 لا انزل القيمه الحقيقيه، ولما اوصل في النهايه وهدول يبطل في تغير بسيط، شو راح يوصل الهاندي كاباسيتي بتعتقدوا؟ صفر. لا كيف صفر؟ عم بحمل ناس انا. انا قديش مطلوب مني احمل؟ 12%. قديش راح يصير الهاندي كاباسيتي تبعتي؟ راح يصير 12%، راح يصير الانترفال اقل، وراح يصير هذا اللي هو راح يصير في الواقع. هدول الاختلاف